استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات الأب عماد طوال كاهن رعية اللاتين الفحيص، حيث ركزت الحلقة على التحديات التي تواجهها العملية التعليمية في المدارس المسيحية في الأردن، بحيث يتمحور التركيز بالدرجة الأولى على تأهيل المعلم ويليه الطالب ثم الأهل، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الهوية المسيحية التي ينبغي أن تكون ملتصقة بالكنيسة. كونوا معنا. احنا من بداية المدارس كان الرجال يكونوا في الحراثة أو في الزراعة أو أي شغل، أما البنت في الدار. ووجود رهبات الوردية إرسالية محلية كانت تكون قريبة من الفتاة بالعقلية الشرقية. ومن ثم انتقلت المدارس. حتى نحكي على الموضوع الهوية، في كاتب أمريكاني اسمه سايمون سينك عمل كتاب اسمه Who Start With Why، كيف نبدأ بلماذا، 2009، وترجم في مكتبة جرير في أبوظبي حديثا، هو كان بالإنجليزي. وبيحكي فيه عن الدائرة الذهبية. شو الدائرة الذهبية؟ الدائرة الذهبية مكونة من 3 دوائر: What, How, Why. What ماذا، How لماذا، كيف، وواي لماذا. وأنا حاولت أصيغها عن مدارسنا هاي النظرية. إنه ماذا، الكل بعرف شو بعملوا مدارسنا، الكل بعرف. How، بعض المتخصصين بيعرفوا إنه شو الأساليب التربوية اللي بيقوموا فيها، شو الاتجاهات، شو الأساليب. واي، لا بجوز ما كل اللي بيعرفوا، ليش احنا موجودين؟ احنا ليش موجودين؟ يا سلام. السؤال المطروح الأكبر إنه هل مدارسنا اللي أنشأت اليوم هي موجودة لنفس الهدف اللي أنشأت فيه؟ هل الرسالة اللي أنشأت فيه حسب الهوية هل نقوم فيها الآن؟ إذا بنتفرج على مدارسنا، مدارسنا نوعين: المدارس المسيحية، بكون موضوعنا بخص المدارس المسيحية، مدارس تديرها مؤسسات ورهبانيات، وفي مدارس رعوية في لها البعد الرعوي. الآن مع التحديات المعاصرة صار أغلبية اتجاهاتنا اتجاهات أكاديمية قبل الاتجاهات التربوية الروحية. ما بدك يعني بعيد عن التجارية، بدناش نقول تجارية. هلا التجارية مش بهالساعة الكبيرة. لأنه بدنا ندرس كمان المعاشات والأقساط كل شيء. اللي بيصير الآن إنه التربية الدينية بطلت تنحط من الأولويات في مدارسنا. في القديم كان الكاهن والراهبة كانوا هم يديروا كل شيء، وهم المعلمين. مع المؤتمر التربوي سنة 1987 الدولة الأردنية طورت وطلع مؤتمر قوي، صار في أكثر من مؤتمر على مراحل: مؤتمر في البحر الميت، مؤتمر أريحة، ومؤتمر التربوي 1987، هذا الأقوى واحد. صار بعديها مؤتمرات سنوية كل شيء. في المؤتمر التربوي سنة 1987 الدولة الأردنية أقرت قانون أنه يمنع تعيين جديد لأي مدير مدرسة إلا يكون حاصل على دبلوم عالي أو ماجستير.